طبعا مثل ما قلنا بالفيديو السابق، كتبت هني سبتايتل أو العنوان الجانبي تحت العنوان الرئيسي اللي هو ريفيو. الحين مثلا العنوان الجانبي أخلي مثلا سبتايتل، أخلي مثلا شوية كبير، أخلي معل طبعا، مثلا بخلي مثلا باللون الأزرق، طبعا يكون إلى جهة اليسار. أبي أحرك الحين مثلا، مو عاجبني مكانه، أستخدم هذه علامة الإيد الموجودة وأحرك. الحين مثلا لاحظت شيء، إن الإطار أحس إنه حيل كبير على العنوان وعلى العنوان الجانبي. مثلا أضغط على الإطار وأحط أصغره شوية، الحين عقب ما صغرته شوي مثلا أضغط على رقم واحد. هني ضغطت على رقم واحد وصار عندي إطار أصفر على السلايد أو على الشريحة، راح يسوي لي زوم إن على الشريحة اللي ضغطت عليها نمبر وان مثلا. زين، الحين مثلا إذا أبي أضيف شريحة جديدة مثلا، عندي هذه علامة مثل ما قلنا، أقدر أغير الشكل براكت أو سيركل أو ريكتانجل أو انفيزبل. طبعا إذا بضيف شريحة، إذا بضيف شريحة طبعا راح أضغط وأسحب الشريحة الموجودة. أول شيء مثلا بغير شكلها، مثلا بخليها مستطيلة أو بخليها مثلا براكت اللي هي القوسين. طبعا راح أختار شكل دائري. الحين مثلا أسحب هذا الشكل دائري أو الشريحة الدائرية. أول شيء أقدر أسحبها مثلا وأخليها هني خارجية مثلا، أخليها برا الإطار، أو إني أقدر أخليها داخل الإطار. طبعا هني part of speech مثلا noun verb وكل الأشياء الثانية أبي أخليها مثلا حوالين العنوان، أسهل لي في الشرح. راح أخلي مثلا أحط أضغط على علامة الإيد عشان أنقلها إلى داخل سلايد أو شريحة العنوان اللي هو داخل المستطيل. الحين مثلا بحط لي، طبعا لما أضغط عليها راح يزوم لي عليها، ليش؟ عشان أكتب فيها، أحط صور فيها. مثلا راح أكتب noun، نفس الشيء بخلي title، أخلي مثلا باللون الوردي، أكبره شوي، وأبي مثلا توسيط. طبعا أحرك العنوان اللي سويته، أخليه مثلا هني. إنزين، الحين مثلا أبي أضيف صورة مثلا داخل الدائرة هذه، أروح إنسيرت. طبعا أول شيء أزوم على المكان اللي أبيه، مثلا إذا أبيه بداخل مستطيل راح أزوم داخل المستطيل، راح أضغط مثلا على علامة واحد وأحط داخل المستطيل اللي أبيه. مثلا إذا أبي داخل دائرة أضغط على اثنين راح يردني على الدائرة، أحط مثلا insert image، راح تطلع لي هني صور من البرنامج نفسه، أو إذا أبي من فايل عندي أحط select file، أختار مثلا select file، مثلا بختار الصورة هذه مثلا، فتح. طبعا هني الصورة أدري إنه ما يعني ما تمت للناون بسلا، بس للتجربة. هني بروسيسنج راح يطلع لي الصورة، شفنا الصورة طلعت عندي. طبعا أقدر أكبرها وأصغرها أو أغير مكانها مثل ما أبي، مثلا أصغرها شوي، أقدر هم أصغرها من الإطار نفسه، مثلا أخليها هني، مثلا بضيف صورة ثانية من البرنامج نفسه، مثلا أضيف مثلا، نشوف الصورة تحت، مثلا صورة هذا الورد، أضغط عليها مرتين راح تطلع لي الصورة هني. طلعت لي الصورة موجودة. مثلا أكبرها شوي، أكبرها بالصورة مثلا،
هني أضاف لي صور، مثلا الحين بضيف لي مثلا صورة من النت، أحط insert image نفس الشيء، مثلا من النت هني مو select file ولا من الصور هذه، مثلا راح أكتب هني مثلا هات مثلا وأحط بحث، طبعا راح يطلع لي من صور جوجل، مثلا أختار شوف الصور، مثلا أختار هالصورة مثلا، أضغط مرتين راح يدرج لي إياها داخل الدائرة، مثلا أكبرها شوي أخليها مثلا هني، أدرج الصورة. الحين عرفنا مثلا لما ندرج الصورة من الكمبيوتر نفسه أو من البرنامج نفسه أو من الويب اللي هو من الإنترنت من جوجل. الحين مثلا الحين بضيف شريحة مثلا ثانية نفس الطريقة، أروح هني أسحبها يم الدائرة اللي أدرجتها، أكبرها مثلا، أحطها مثلا هني، أخليها مثلا أصغر شوي من الدائرة الأولى. الحين مثلا بحط تايتل مثلا verbs تايتل، لون الوردي أسوي لها توسيط، أكبر الكلمة شوي وأخليها بالنص. الحين مثلا بسوي reorder حق الشرائح في مثلا هالطريقة، مثلا أبي الفيربس أول شيء أضغط على الفيربس وأحطها مثلا أول شيء، أبيها مثلا أبي الواجهة مثلا آخر شيء، مثلا أحطها كذي نفس الشيء آخر شيء، وهذه طريقة الريأوردر. الحين هذه الشاشة الرئيسية كلها، في شغلة اسمها edit path اللي هي هذه العلامة مثلا edit path، إذا مثلا ضغط الحين هو حاط مثلا number 1 يمها ستار، number 2 يمها ستار، number 3 يمها ستار أو نجمة. طبعا علامات الستار هذه راح نعرف حق شنو، مثلا number 2 مثلا أضغط على الستار راح وش يزوم لي على number 2، راح يخليها في مكان يسمى الانيميشن. الانيميشن اني اسوي edit حق شغلاتي داخل الشريحة او الدائرة اللي انا اخترتها. أو شيء مثلا لما أحط على صورة الصورة الأولى راح يطلع لي يمها هذه العلامة النجمة، نفس الشيء الثانية ونفس الشيء الثالثة. مثلا أبي أول صورة تطلع لي صورة الهات، أضغط عليها راح يطلع لي عندها نمبر 1 مثل ما قاعد نشوف بالستار نمبر 1، إن هي أول صورة راح تطلع لي. الصورة الثانية مثلا أبي صورة الكاكاو راح يطلع لي نمبر 2 عندها، آخر شيء نمبر 3 صورة الورد. الحين مثلا ابي اشوف شنو راح يطلع، اضغط علامة البلاي راح اشوف الهات الكاكاو بعدين الورد راح يطلع لي. طبعا رسيت انه راح يمسح لي كل اللي سويته ولا كني سويت شيء، ما راح يطلع لي مثلا صورة الهات او شيء بعدين الكاكاو بعدين الورد. لما اخلص اضغط مثلا دن. الحين هذا الباب مثلا اقدر احرك مثلا نمبر 2 ما بيهني، مثلا أخليها هني، أو إني سوري أضيف باث أو سطر رابع مثلا، إذا ما أبي مثلا أخلي ما أبي أضيف مثلا راح يروح من نفسه لأنه ماكو مكان أربطه فيه. مثلا الحين أمسح مثلا نمبر 4 حتى راجع. الحين مثلا اقدر احرك نمبر 2 مثل ما ابي على دائرة الناون مثلا، لا سوري هذه الاضافة ما ابي على دائرة الناون، اضغط على نمبر 2 واسحب احطه مثلا هني او احط عند ريفيو اي مكان انا ابي. هذه فائدة او اداة edit path. الحين مثلا أروح مثلا عند الشريحة الثالثة، مثلا
أبي أسوي إن فيرت مثلا تطلع، الكلمة تطلع، أسوي مثلا أضغط على نمبر 3 edit path، أضغط علامات الستار راح يطلع لي مربع الانيميشن، مثلا أضغط على الفيرس مثلا replay أو play sorry done. الحين أسكر علامة أو أداة edit path. الحين مثلا بأضيف مثلا لينك من موقع، نفس الشيء كأني بكتب شيء راح أحط اللينك وراح يصير لي على شكل فيديو. طبعا هذا إذا كان من يوتيوب، وفي زر ثاني اللي هو insert يوتيوب فيديو. يوتيوب فيديو في طريقة ثانية، مثلا ما أبي أسوي insert من موقع اليوتيوب، أبي موقع ثاني. مثلا الحين راح نشوف، مثلا ندش مثلا جوجل، مثلا اكتب ان بارت اوف سبيتش دان، مثلا ادخل مثلا اول لينك هذا، عقب ما ادش اول لينك مثلا ابي اللينك هذا ابي اخليه كمصدر، احدده باستخدام كنترول سي او باستخدام اداة النسخ، أرد على البريزي أسوي نفسي مثلا بكتب شيء نفس الطريقة كنترول في أو نسخ، راح يطلع لي الرابط تحت خط. طبعا ما راح يشتغل لأني مو مسوية بريزنت، لما أسوي بريزنت راح يشتغل عندي. مثلا أصغره أخلي مثلا هني. عرفنا الحين طريقة إدراج الصورة وإدراج اليوتيوب فيديو وطريقة أني أحط لينك. طبعا أشغل فيديو عادي وقت العرض، أضغط بلاي ويشتغل. الحين insert مثلا symbols shape، symbols shape راح يطلع لي عدة شغلات معه من عند البرنامج، راح يطلع لي symbol dark أو symbol white، أختار مثلا اللي أبي، مثلا sketch اختار، مثلا اختار علامة الكتاب، اضغط ضغطتين او لا اسحب اسحب سوري او ان ضغطتين راح يطلع لي، او اسحب الشيب او السيمبل، مثلا امسح هذه. طريقتين، يا اني اضغط مرتين او اني اسحب للدائرة احطها مثلا هني. هذا ادراج السيمبل او الشيب. طبعا في عدة أشكال وأيضا في عدة تأثيرات، مثلا كيوت سكتشد فوتوغرافيك سمبل وايت سمبل دارك، أي شكل أنا أبي. الحين مثلا insert نجرب شغلة ثانية، مثلا لاي اوت. لاي اوت في عندي أول شيء سنجل فريم وفي مالتي فريم. أول شيء single frame اللي هو الإطار نفسه أو إطار واحد، راح أختار مثلا هذه راح تكون عنوان وعنوان فرعي، هني مثلا عنوانين، هني مثلا صورة وتحتها تعليق أو عنوان، نفس الشيء هني. هني طبعا الفرق بين هذا العمود وهذا إنه دائري وهذا براكت. هني مثلا عدة أشكال، إذا بمثلا مقارنة بين صورتين، صورة ويمها تعليق وفوق عنوان، في عدة أشكال. المالتي فريم يعني أحط مثلا يعني أربط الأشكال ببعض، مثلا أربط شكلين ببعض، ثلاثة أشكال ببعض، أربعة، أو شكلين أخليها على شكل دائرة أو مسار دائري، نفس الشيء ثلاث أشكال، أربع، خمس أشكال، وهكذا. هذه وظيفة اللاي أوت. مثلا إذا بربط مثلا نسوي الهوم، مثلا بربط الشريحة